تفضل تفضل الشاعر العراقي كريم العراقي نورتنا الله يحفظك. تفضل خبرني قصتك مع الطفولة يا ابن التراب. دخولي هذا البيت اليوم شميت ريحة الطفولة كلها. الإبداع هو الماضي على شاطئ دجلة وإحنا صبيان من ورق سوينا مراكب كتبنا عليها أسامينا. أيضا الملفت أنك أعدت كتابة حكاية جدك في القصيدة. كان صديقي وكانت حبه الأبدي بل كان حبهما حكاية البلد. كأنك تريد أن تعود إلى الماضي وإلى الطفولة بكبسة زر ولا تريد أن تخرج من هذه الطفولة. نعم أكيد. البيئة الأولى الأساس، البيئة الأولى الجذور. أول خيار طلع معاك بيت الأسرار. أهون من الأسرار لأمنيات كل شيء تتمنى. لما أقول فيها الشمس شمسي والعراق عراقي ما غيرت دخلاء من أخلاقي. لما تكون قدرات الأشرار أكبر من قدراتك. وذهبنا إلى دائرة الهجرة وهاجر. وأنت تكون شيء داخل بلدك فأنت وجهت رصاصة لبلدك. واقعي كتير أنت صح، وهي الواقعية الزايدة هي نتيجة وصفك للواقع. لكنه أعطي للآخرين الحماس والأمل لأن يمشون للأمام. كثر الحديث عن التي أهواها، قالوا إنك تسهر معها. طبعا طبعا. قالوا إنك تسكن معها، عيناها بيتي وسريري وسادة رأسي أضلعها، وويلك لو شفت دمعة على هذا الخد، لأنه انعكاسا لما موجود حواليك من بيئة. هذا الرجل حرك نعم. كل الوجدان. كريم عراقي. نعم. كونك من أهم الشعراء تفهم قواعد. لا أنا كتبت في شخص معين كنت أقول له أريدك. حلو. حبيبة، حبيب يريد يسافر أو حبيبة تريد تغادر. كيف توصف تجربتك مع عاصي؟ حلوة لأنه جديدة علي. أحبك جدا. حلو. أحبك وشيلك في عيوني. أنا كنت محطة مهمة بحياة صابر، قلت له تبدأ من لهجة بلدك. كتبت له أغنية عيشك بالتونسي. أغضب على وطنك وأحزن وازعل إذا ساءت شؤونك.